في شغلي بس عشان اكتب على اللغة اكتب عن بالانترفيسز او من البوردز في نوعين فينا نقول انترفيس وهي نستخدمها مثلا للداتا طبعا لنقل البيانات تمام مثل شو الايثرنت فاست ما هيك شو بعد جيجا في كمان السيريال اليوم رح نحكي عنه تمام هي اول نوع النوع الثاني شو اسمه اللاين لاين لشو اخذنا لشو اللاين للمانجمنت للإدارة مش هيك انت بتعمل لاين لما بتساوي للكونسول الكونسول قلتلك مشان شو مشان تتحكم كونسول في تي واي او تلنت في الاي او اكس نرجع نحكي عنه تمام اليوم رح نحكي عن شيء اسمه السيريال اوكي معناتها هذولي لنقل البيانات ما هيك بس اكتب انترفيس فاست ايثرنت 00 بس لما اكتب لاين كونسول مشان شو لاين بشكل عام للمانجمنت للاداره او للكنترول التحكم تمام طيب السيريال وينه هذا هو اذا جبت راوتر مثل اللي عندنا هون بالقاعه تمام طفي نركب 1 تي او 2 تي مثل اي هون بخزانه الشبكه هاي هذول كارت السيريال شوفوهم وقفوا شوفوهم توتي تمام رح يطلع لنا رقم مثلا نقول له سيريال 000 اول رقم الراوتر الرقم الثاني رقم السلوت في اي سلوت دخلته 0 1 2 3 نبلش من الصفر طيب اوكي هذا نصان عرفنا طب الاخير ليكو اذا انتبهنا كم واحد هني 2 هون شو مكتوب اول واحد سيريال واحد وسيريال زيرو مبينين مثل ما موجودين على الراوتر فاذا وصلتوا هوني بيكون شو سيريال زيرو معناتها زيرو 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 فوق سيريال زيرو زيرو وان تمام طيب نشغل اوكي نجيب راوتر ثاني للراوتر سلوت منفذ يعني اي منفذ دخلت يعني هون تعال نطفي خليه هون هون اذا حطيناه هون هيك هي 0 2 0 طيب كيف نوصل ها هو وصلت السيريال نفس الشيء قل لي ليش نفس الشيء هلا بنعرف هون السيريال 2 0 على السيريال مثلا 0 0 1 تمام هاي وصله جديده هلا هاي الوصله على فكره ما بتشوف ما بتن يعني مش موجوده غير بالكورسات الاكاديميه ما عاد مستخدم هي عليها ساحه ولا دي حدا نفس الشيء هي حسب الجهه هلا خلينا نحكي شو الفرق بيناتهم هلا بنحكي شو الفرق بين الاثنين
قل لي نبيل. الصفر الأولاني الراوتر. هلا بتشوف بالجيانس مش موجود. بالجيانس سيريال 1-1 سيريال 1-0 سيريال 0-0 تمام. هاي الإصدارات القديمة من الراوترات بيك بويك. يعني بالجيانس بس يشتغل جيانس قريبا إن شاء الله. تمام. بتلاقي ما في سيريال 0-0-0 لا سيريال 0-0 أو 0. الفكرة إنه هاي ما عاد مستخدم بالحياة العملية بس بالكورسات الأكاديمية يعني دراسيا بيتاخذ بس بتدرس قلة ما تشوفه بالحياة العملية ما عاد مستخدم. السيريال في شيء اسمه كلوك ريت. يعني أنا عم نقلك مهند جيت صرت أسرع بالحكي وأنا عم نقلك تقول لي طول بالك احكي بمعدل 40 كلمة بالدقيقة. أنا إذا بتحكي أكثر في كثير معلومات رح تروح ما رح أقدر لحق أكتب. فأنا وياك نتفق على معدل ريت معدل يعني وأساسا بنشتغل. وين هذا المعدل؟ الجهة اللي فيها ساعة. أنا الجهة الثانية ما بيكون فيها ساعة مشان هيك في هون الجهة اللي فيها الساعة اسمها دي سي داتا كوميونيكيشن إكيوبمنت دي تي داتا تيرمينال إكيوبمنت تمام. مين اللي بتحدد الساعة الكلوك؟ هي هاي حسب ما هو يطلب من اللي هلا بنشوف طولي بالك. معناتها الجهة اللي فيها الكلوك الجهة اللي فيها الكلوك شو هي اللي بتحدد الكلوك ريت. طب خلينا نشوف هالشي ونوصل شبكة نظامي كأنه كم شبكة بلش في الراوتر الأول نو انابل كونفيج تيرمينال الهوست نيم راوتر 1 انترفيس فاصل ايثرنت 00 نو شت داون اي بي ادرس 192.168.1.1 هلق سيريال انترفيس نفس الشيء بس مدام بدل ما اقول له فاست شو بقول له سيريال 0-2-0 نو شت داون مثل ما اتفقنا للجهه الثانيه تشتغل يشتغل اللينك اي بي ادرس 192.168.1 تمام. هون بحدد الكلوك ريت بقول له كلوك ريت اي رقم مثلا هيك 5 لا بدي امشي بهاي. طبعا هاي الاتصال وان تكنولوجي مش لان. السيريال هي عبارة عن وان تكنولوجي. مين اللي بيحدد الوان؟ انا ولا البروفايدر؟ شو البروفايدر؟ مزود اوكي. مين اللي بي البروفايدر؟ انت بتحدد السرعه ولا البروفايدر ولا مزود الخدمه او المؤسسه؟ السرعه المؤسسه هي اللي بتحدد السرعه مش هيك؟ تمام. فاذا انت راوترين عندك فيك تحدد اللي بدك اياه وافتراضيا بيكون قيمتها مليونين
هاي افتراضيا، يعني اذا ما دخلت الكلوك ريت يمشي الحال. مثلا دخلت 64000، 64000 شو بيت بير سكند، يعني قديش 64 كيلو. تمام، ما حددت شو بيصير، بياخذ افتراضيا اللي هي مليونين. نظم التشغيل الجديدة هيك تشتغل iOS. تمام، يعني قبل اذا ما بتدخل هاي ما بيشتغل اللينك. على اي اساس حط اللينك الافتراضي بالiOS؟ نسخه التشغيل. نسخه التشغيل. تمام، مش هم افتراضيا حاطين 2 ميجا. تمام، في شي سؤال؟ هلا على فكرة الأسبوع هذا راح تشتغلوا على اللاب كامل على هذا الراوتري، بدو تساوي الأعدادات تشوف عاد الشغلات هاي تبين أكثر. تمام، نحن كل ما ناخذ مجموعة معلومات ننفذ على التجهيزات راوترين والسويتش. اوكي، طيب تعال نعيد بعض المعلومات القديمة. IP DHCP بول سيسياني تذكروهم. نتورك 192.168.1.0 واحد صفر. ديفولت راوتر، اذا في DNS من نضيف. اكزت اعدادات تلنت انابل سيكرت سيسياني. مشان التلنت يا مهند، شو سؤالك؟ انه كيف لشو التلنت ولا كيف؟ طيب لاين في تي واي الاعدادات، في شو سؤال عليهم؟ كانوا تلنت من 0 ل 4 عدد السيشن، باسورد CCNP لوجن. تمام مضبوط. تعال نشوف الاجهزه هون. هون هاي الباسورد للتلنت وهاي الانابل سكرت لمين؟ للراوتر. يعني شوف اخذ معك. طيب اذا قلت له تلنت هاي الباسورد اياها تبع الدخول للتلنت، يعني CCNP. هلا بس تقول له انابل بيطلب شو؟ الانابل سكريبت CCNA. تمام، تعال نقول له شو رانينج، انتبهنا للاثنين واحد حسب الجهه دي سي اي او دي تي. هون نفس الشيء نو انابل هون في التيرمينال فاست نيم راوتر 2 على الانترفيس فاست ايثرنت 00 نو شت داون اي بي ادرس 192.168.3.1 هيك. بعديها انترفيس سيريال 001 هيك. انا هون صرنا ال 1 تمام دون الاكزت. بشرط تكتبها صح، يعني كتاب هيك ما بيقول لك، بيقول لك شو ها؟ ليش؟ لانك داخل منه اي مستوى، يعني قل له هيك بيعطيك انه الانترفيس، طب قل له هيك ما بيعرف. يعني انترفيس فاست تقول اذا كتبت هيك ما اعرفه، بس اذا تكتبها صح تاخذها. انترفيس سيريال 001 صفر على اليسار مش مهم، يعني اذا كتبتها هيك بيفهموا انه صفر على اليسار. اوكي، شو راح اقول له؟ نو شت داون.
اشتغل اللينك اي بي ادرس 192.168.2.2 ما بيسوى 2.0.2.1 لانه الجهه الثانيه 2.1. هلا change state to up. اي دي اس سي بي قول تمام اكزت. خلينا كمان نعمل انيبل سكريبت سي سي ان لاين بي كي واي 04 باسورد سي سي ان بي بعديها لوجن. ضل شيء مهم شو هو تشتغل الشبكه شو هو static route IP route router. هذا شو الشبكات اللي ما بيعرفها خضرة وهذا زرقة في غيره يلا ليوصل للخضرة شو بدي يعمل exit IP IP route لتوصل ل 192.168.3.0 سابت ماسك ليلة 3255.0.2.2 بالضبط. لو كتبت 2.1 راح يعطيني غلط بيقول لي شو انه هاي الراوتر طبعا هون اي بي راوت تمام هيك يقدر يتصل مع هيك لين على 192.168.3 احنا هون ما اخذها برق 3.2 اتصل تمام. طيب تذكروا مرة سألتوني ليش بنسمي الراوترات؟ لانه بكل بساطة ممكن اكتب اني تلنت قالوا شوف قلو سيسيني ولا سيسيني سيسيني هوني اني وين بالراوتر 1 في انتقل للراوتر 2 في شو بكتب 192.168.2 قديش 2.2 سيسيني صرت وين عشان اعرف اني باي راوتر. بالنهاية راوترات هيك رح يكون مثل ما بالخزان شو رح يكونوا كل واحد بس هو فعليا بيسمي راوتر 1 راوتر 2 وين ولا هو راوتر 1 هو راوتر هيك افتراضيا لك شو كان اسمه راوتر لك ها كان اسمه راوتر بس قلت له هوست نيم صار راوتر 1 اللي عم تحكي عنه بالجي ان اس جي ان اس لحاله بيسميه راوتر 1 راوتر 2 تفضل كل منفذ بالباتش بانل موصول على منفذ واحد بالراوتر تمام يعني كله بياخذ نفس الاي بي تبع منفذ الراوتر بس من نفس الرينج قصدك مش من نفس الاي بي لانه الاي بي تبع المنفذ تبع المنفذ هو ديفولت جيت واي للشبكه اللي راح تكون لا نفس الرينج بياخذ منفذ واحد تمام فكش تعب للمنفذ اكثر من اي بي ما فيك تعب باتش بانل ما دخلت باتش بانل بس فيك باتش بانل هي مسؤوليتها شو كنا قلنا سلامة المنافذ تبع الراوتر او السويتش بس يعني مشان ما تشتغل على الراوتر دغري او على السويتش تشتغل على الباتش بانل مشان اذا صار اي اذى على الباتش بانل لا كل منفذ من الراوتر على منفذ واحد بالباتش بانل ماشي المنفذ هذا رقم واحد وصلته على فصل 800
في شغلة خلينا نحكيها كثير مهمة، انتبهت لو أنا شو كتبت دغري، كتبت الـ IP. بالراوترات في ثلاث طرق، يا أما هلا طبعا أكتب enable CNA، يا أما بكتب telnet 192.168.1.1 يعني الجهة اللي قبالي راوتر 1 وهي CNB، دخلت على الراوتر 1. أو شو بكتب الـ IP دغري 2.2 دغري، أو كونكت 192.168. نحن وين؟ 1.1. عندي ثلاث طرق، يا اما بكتب تلنت او كونكت او الاي بي دغري، يعني انا هون بهذا الراوتر كنترول زد. شو بكتب؟ 192.168.2.2 او كونكت 2.2 او بكتب تلنت دل كونكت تلنت. تمام، البنك شغال، الامور كلها تمام. طيب في حدا عنده بعد مشكله بالستاتيك راوت؟ منشان نتعلم شغلي كثير مهمه هاي التعليمي، منشان الترابل شوت. ترابل شوت يعني حل مشاكل. شو اي بي انترفيس بريف؟ هاي بتعطيني المنفذ، شو الاي بي اللي له وشو الحالي، انه اب اب. تمام، شو يعني ادمنستريفلي داون؟ يعني شت داون، بعد مش مكتوب له انه شت داون. تمام، هاي التعليمي كثير مهمه، بس بكتب على اللوح بحل المشاكل. تمام، بعد شويه نبلش مش بس راوترين او ثلاث راوترات نشتغل مثل ما اشتغلنا المره الماضيه، رح تزيد. فأني بدي أعرف كل منفذ شو هو له الـ IP. هيك في الحياة العملية ما رح أحط الماوس يطلع لي المنافذ، كيف بدي أعرف أي منفذ ها وأي منفذ ها؟ هلق ليك بالجي إن إس نفس الشيء، إذا بحط الماوس بالجي إن إس ما بعرف. هون خلينا نفوت على جي إن إس. راوتر 1 راوتر 2 هوني، هاي اللي قلت لكم عنها ليك سيريال 2.0.2.1.2.2.2.3. طيب 2.0 مع مثلا 2 كمان مع 2.0. هلا اذا حطيت الماوس هون ما في معلومات. تمام، فاني هون كيف بدي اعرف الاي بي؟ آه بس ما بينكتب، لا ما بيطلع الاي بي. كيف؟ مش مركب، مش متصل. ليك شو كاتب لك؟ سيريال 2.0 كونكت راوتر 2 بس، ما راح يكتب لك اكثر من هيك. فاني هاي التعليم كثير مهم عندي. تشتغلوا لا بعد ولا نرجع نشتغل، خلينا ناخذ نبلش بالصفحتين. في شي سؤال؟ تقسيم الشبكات من اهم الدروس تفيدنا بالحياة العملية وبالدراسة، خاصة للي عم يدرس.
تقسيم الشبكات، اي ماده شبكات فيها سبنتنج او في ال اس ام فاريبل لينك سبنت ماسك. نحن بس هيك بس في فقره بعد شغلي هلا بدي احكيها، انه كيف اعرف انه كنا بعدنا عم نحكي انه بالحياه العمليه ما اذا ما في ماوس حطه على الراوتر بيطلع، او مثلا تيجي هيك يضوي ساعه انه هون هذا الدي سي اي وهذا دي تي اي، كيف بدي اعرف اي دي سي اي واي دي تي اي؟ هلا كنا نحكي عنه. بس هون كيف بدي اعرف اذا دي سي اي ولا دي تي اي؟ من تعليمه شو، فيش غيره فانتبهوا له. شو كنترولرز سيريال 00020 دي سي ولا دي تي؟ دي سي. تمام. شو كنترولرز سيريال كذا كذا كذا. هون تعال نشوف هون. طيب السؤال انه انا احيانا بكون انا عم بشتغل اعدادات مثلا فايت على الانترفيس سيريال 001 ركزوا معي، و هذا دي سي ولا دي دي؟ طب بدي ارجع لاتاكد، بديش ارجع ادخل على الشو ومدري شو دينه، بدي اشتغل التعليمة الشو هون، هون ما في يكتب شو. يعني شو انت مثلا شو رانينج تكتبي هون شو رانينج هيك بقول لك شو ها؟ لمني بسيسكو اجبر الراوتر يعطيني تعليمي مش بمكانه بقول له دو، يعني انا عم بجبره دو شو رانينج نفس التعليمي بس شو قلت له دو. وين بعدني؟ مستوى المنفذ. انتبهنا؟ تمام؟ شو؟ طيب دو شو؟ طبعا فيش كمان تاب او اشارة استفهام، يعني اعطيه اشارة استفهام اعطى ما اعطى incomplete comment. تمام اعطينا اشارة استفهام كبست مرتين الان هون اعطيه اشارة استفهام قل لي شو؟ ما بعرف. تمام شو controllers serial 001 اعطى. ليش انا قلت له دو دي سي ولا دي تي؟ دي تي. معناتها اليوم شو صرنا ناخدين؟ نكتبون اكتبوا معي شو انترفيس معلش اكتبوهن احسن شو اي بي انترفيس قلنا التلنت يا اما من الراوتر شو بقول له 192.168.1.1 او شو كونكت او شو تلنت بالنسبة ل دي سي اي او دي تي اي. شو التعليمي؟ شو كنترول سيريال 001. تمام اكتبوهن هلا بعد في شيء اخذنا وفي تعليم تدو. يعني انا هون في مستوى مثلا كونفيك قول له دو شو اي تعليم مثلا running config بس قول دو اجبرته
شو هني. دي سي اي عند اللي فيها الكلوك هي اللي بتحدد معدل نبضات الساعه. دي تي اي جهه ثانيه.